أهلا بكم في تلفزيون الجامعة الأمريكية. وفقا للبيان الصادر في 8 مايو لعام 2015 من جانب اللجنة المسؤولة عن إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، يواجه اللاعب المعتزل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكا اتهام بالمشاركة في تمويل شركة أصحاب تورز السياحية مع القيادي الإخواني عبد الكريم فوزي ومدير الشركة السابق أنس محمد عمر القاضي، وهو واحد من العناصر الإخوانية المحبوسة حاليا بعد إدانته بتهم تنفيذ أعمال عدائية وعنف. ويواجه القاضي اتهامات بتحويل أموال الشركة لتمويل عمليات إرهابية، ويواجه أبوتريكا نفس الاتهام بتمويل جماعة الإخوان واعتصامات ربعة والنهضة في يوليو 2013، وذلك تسبب في قرار التحفظ على أموال اللاعب. معنا لمناقشة هذا الموضوع الأستاذ محمد عبد الرازق الناقد الرياضي بالأهرام. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. ومعنا أيضا الأستاذ نبيل جبريال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا. والأستاذ مصطفى مدحت الصحفي بجريدة القافلة. أهلا بك. أهلا بك أستاذ محمد. أبدأ مع حضرتك، رأيك في قرار التحفظ على أموال اللاعب محمد أبوتريكا؟ والله أنا يعني محمد أبوتريكا لو حد متابعه من أيام كان لعب كرة كان بيثير جدل في قضية بتاعت إن هو بيظهر قدام الناس إن هو قديس، راجل متدين يعرف ربنا، لا يخطأ أو مش مقبول منه إن هو يخطأ، وده كان بيخلي الناس كتير يعني حتى لو هو عمل حاجة خطأ بيظهر قدام الناس ان محدش بيتقبل من جمهور مثلا النادي الاهلي او جمهور المصري او بيحبوه، ما بيتقبلوش، بيقولوا لا 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 ده ما عملش كده، يعمل حاجه مثلا جوه الملعب يقول لك لا ده ما عملش كده، ده أبوتريكا ما يعملش كده. فأبوتريكا ظهر قدام الناس ان هو لا يخطأ، وطبعا الناس كلها كانت بتحبه عشان هو بيلعب في اكبر نادي في مصر ومنتخب مصر والكلام ده كله. لا هو مش بس عشان كده، هو يعني محمد أبوتريكا كان ليه يعني معزه خاصه بالذات يعني عند الناس، يعني ما في يعني انا بقول لحضرتك عشان يعني اغلب جمهور الكره المصريه جمهور النادي الاهلي اكبر شعبيه، وجمهور منتخب مصر طبعا بعد البطولات اللي فزنا بيها كان ليه يد في الموضوع ده. ف أبوتريكا دلوقتي بعد ما خلص كوره لسه محتفظ بالجماهيريه بتاعته، بس للاسف أبوتريكا كان دايما ما بيخش في السياسه وبيخش في حاجات تانية ملهاش علاقه بالكوره، فده كان يعني بيولد جدل، ولد ده يوافق ده ما يوافقش. منها كان ايام بعد الثوره وبعد 30 كان يعني ابدا كده تعاطفا مع الاخوان وتعاطفا مع المشكله بتاعه رابعه، خلى ناس كتير اللي هم مؤيدين للجيش ومؤيدين للثوره بتاعه 30 ان هم هو كان ليه موقف واضح ان هم يعني بيدعم يبقوا ضده شويه، وده جماعه الاخوان، وده عمل شرخ كبير لان الناس اللي كانت بتحب أبوتريكا وفي نفس الوقت مع استقرار الدولة مع الجيش وضد جماعة الإخوان المسلمين ما بقوش عارفين هل يبقوا مع أبوتريكا ولا يبقوا كده. فأنا شايف إن أبوتريكا لو كان مركز في الكورة بس، وحتى يعني keeping a low profile أو يعني بيحاول إن هو يركز في حاجة واحدة بس ويعمل بيزنس بتاعه بره، على فكرة ما كانش المشكلة دي هتتولد من الأساس لو هو مركز في بيزنس بتاعه من غير ما يبقى ليه يعني اهداف سياسيه. هو كانت المشكله كلها ان هو يعني عنده شركه سياحيه وده بيزنس يعني خاص يعني يعني هو واضح ان هو بس كان اتجاهاته هو كان السياسية عنده عمل اتجاهاته السياسيه اتجاهاته السياسيه حر يعني. اتجاهاته السياسيه اثرت عليه حتى جوه جدران النادي الاهلي برفض مسؤولين في النادي الاهلي ان هو يتولى اي منصب داخل النادي الاهلي، وان هو يخش النادي الاهلي بعد ما اعلن انتماءاته السياسيه لجماعة الإخوان المسلمين اللي هي بقت محظورة دلوقتي. فأنا شايف إن هو لو كان ما بيتكلمش في السياسة يخلى علاقته بربنا يعني شخصية بينه وبين ربنا، ما يقعدش يعلن أو يخلي أفعاله هي اللي يعني تعبر عن مدى تدينه ومدى أخلاقه ومدى الحياة دي، ويخلي الحاجات دي شخصية، انتماءاته السياسية شخصية والكلام ده، لكن يطلع ويعلن وحاجات كده هو يتحمل بقى العواقب بتاعتها، لان كل حاجه ليها عواقب. في ناس كتير ايام النظام السابق ما كانش حد يعرف عنها حاجه، عشان ما حدش كان يعرف عنها حاجه ما دخلتش في الاواضي اللي دخل فيها النظام السابق، نظام حسني مبارك ما دخلوش فيها ناس كانوا مثلا مساعد حبيب العدلي مش عارف، لكن كل الناس اللي كانوا تحت المجهر او اون ذا سبوت لايت عليهم زي ما بنقول
كل دول هم اللي دفعوا الثمن. فدايما في اي مجال لما انت بتبقى مفيش مش مسلط عليك الضوء بشكل كبير، ما بتخ... اخطائك ما بتظهرش بشكل كبير، الناس ما بتاخدش بالها منها. تمام. طيب استاذ مصطفى، يعني دلوقتي ابو تريكا هو شخصيه عامه وهو لاعب، والاستاذ محمد بيقول انه يعني ما ينفعش انه لاعب كره يكون ليه ميول. مواقف سياسيه واضحه، يعني ممكن يكون ميول شخصيه ولكن تمام. ما يبقاش ليه مواقف شخصيه. هو مش لاعب الكره يعني مواطن؟ انت رايك ممكن ان هو يعني ليه لاعب الكره ممكن يدان ان هو يبقى ليه مواقف سياسيه واضحه؟ والله هو أنا رأيي الشخصي، تعليقي الوحيد مش على القضية نفسها، تعليقي الوحيد على الطريقة اللي الإعلام حارب بيها الموضوع وهاجم محمد أبوتريكة بطريقة يعني ضد، يعني مش طريقة مش إعلامية مش أخلاقية. يعني لما تتفرج على أحمد موسى مثلا وتلاقيه بيهاجم في محمد أبوتريكة لمجرد ان هو عنده اسهم في شركه سياحيه بيقولوا ان هي ماليش دعوه، الكلام ده كله مؤكد ولا لا، بس انا بتكلم على ان لما يبقى يتقال ان محمد لعيب كبير ولعيب محترم ولعيب الناس كلها بتقدره وبتحترمه زي محمد ابو تريكه، بيتقال ان هو ليه ميول، انا اسف، بيخش ليه اسهم في شركه تبع الاخوان، أو لما بتمول بيمول عمليات الإخوانية، عمليات الإرهاب الإخواني. الكلام ده لسه ما اتاكدش ولسه ما اتحكمش عليه ولسه ما يعني مش دلوقتي الوقت ان هو يتهاجم بالهجوم اللي بنتفرج عليه في التلفزيون ده. لما تتفرج على واحد يطلع بيقول بيشتمه وملوش لازمه ومش ملوش لازمه، واحد زي ده عامل نفسه بطل وماشي الناس وراه وبتاع، يعني مش دي الطريقه اللي ناكد بيها معلومه عايزين، او مش دي الطريقه اللي نوصل بيها معلومه للناس. يعني انت لما لكن هل يعيب لاعب كرة القدم ان هو يكون ليه موقف سياسي؟ في رايي الشخصي لا، بس في اللي احنا فيه دلوقتي وكل حد تحت التلسكوب، اول ما بيعدي مرحله جمهوريه معينه، اول ما بيبتدي يتشهر لدرجه معينه، بتبقى كل كلمه ليها حساب وكل فعل ليه حساب. رايي ان هو براحته زيه زي اي مواطن تاني، ما كانش حاطط في حسابه ان مش عشان هو ليه جمهوريه كبيره ومش عارف ايه، مش معنى كده ان هو لازم ياخد باله من كل حاجه. يعني هو مش لازم يبقى عارف. انا رايي الشخصي ان ابو تريكه اتعاملت معاه شخصيه محترمه جدا، شفته قبل كده اتكلمت معاه، عملت قبل كده حديث معاه، شخصيه محترمه جدا 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 في التعامل. فانا عن نفسي ما اعتقدش ان هو ميوله يعني تعيب ان هو يعني بالظبط ميوله السياسيه لا تعيب. طيب ارجع واخد من كلام حضرتك واسال الاستاذ نبيل بقى من الناحيه القانونيه، يعني دلوقتي هل تم اتهام ابو تريكه بشكل قانوني، بشكل انه في يعني حكم طلع عليه، في قرار من النيابه؟ لانه دلوقتي الاعلام فعلا زي ما الاستاذ مصطفى كان بيقول انه الاعلام بيهاجم محمد ابو تريكه، فراي حضرتك في النقطه دي. الاول بس هتكلم في نقطتين. احنا انا كرجل قانون او قضاء واقف بتكلم في القانون بعيدا عن العواطف بعيدا عن الاعلام. تمام. بسجل بس موقف. بعد الثوره اصبح المواطنين المصريين ما بيفرقوش بين حاجتين، بين حريه الراي والتعبير والسب والقذف. السوشيال ميديا ممكن سوري اقول البدله دي ذوقها مش عاجبني، غير لما اقول البدله دي اللي لبسها كذا كذا، هنا راي وده سب وقذف. نفس الكلام بيقع فيه الاعلام المصري سواء هو موجه او غير موجه، بينصبوا الاتهامات وكيل نيابه وقاضي نصب نفسه ويتهم على سبيل المثال احمد موسى او غيره من الاعلاميين، ويصل الى درجه تهيج الراي العام ضد الشخص بغض النظر هو مين، وبعد كده القضاء المصري بحكم نهائي يثبت براءته. انا لو محامي اي شخص من اللي هو تم التشهير بهم سواء هو متهم او مش متهم، الدستور المصري واتفاقيات الدوله تحفظ كرامه اي مواطن زي وقعة المطار السابقة أو أي حاجة مقصود بها بص العصفورة وإلهاء الشعب المصري عن القضايا الأساسية، أنا أرفع قضايا على هذه القنوات الفضائية. أنا متهم بجريمة مخدرات أو متهم بحاجة زي كده، أنت مش من حقك كإعلامي أو مواطن تطلع تقول لي يا ابني كذا أو يا ابني كذا أو تنصب نفسك وكيل نيابة. بس للأسف بعض الناس ما بتلجأش للطرق القانونية بتاعت السوشيال ميديا في وزارة الداخلية، تروح تشتكي أي شخص وتقفل مواقع وتاخد تعويضات، او القنوات الفضائيه. احنا يعني بلد غير محترمه
بالنسبه للاعلام في المسائل زي كده. بيتكلموا على الشخص مش بيتكلموا حتى على 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 الكلام اللي هو بيقوله. مش كلام موضوعي. مش كلام موضوعي. هو بيجرح في الشخص وبينصب نفسه بنيابه ويصدر حكم. وحتى لو انا قتلت، انا شخصيا قتلت، هاخد اعدام، بس مش من حقك تقول لي يا ابني كذا، ولا من حق اي حد يقول لي يا ابني كذا في التلفزيون. والمتهم بريء حتى تثبت انت. حتى لو المتهم مدان وخد حكم، مش من حقك توجه لي سب وقذف. انا ليا كرامه وليا حقوق دستوريه وليا حقوق كمواطن كبني ادم. يعني انا اديني اعدام او اديني سجن، بس ما تقوليش يا ابني كذا او يا ابني كذا او يا ابني كذا، او ما فيش اعلامي يقول كذا ويهاجر الراي العام. وللاسف الشعب المصري عاطفي. هنا الموضوع برضو بعيد عن السياسه. العداله معصوبه العينين، بمعنى مش انها لا ترى عمياء، لا، انها تحاكم الشخص او توجه له الشبه اتهام، زي في فرنسا في حاجه اسمها هذا الشخص محل شبهه وليس متهم. انا بغض النظر مع احترامي للاعب ابو تريكا، انا بتكلم الشغل القانوني سواء اعرفه او ما اعرفوش. والقضيه بالظبط بدايتها كان حكم مستعجل رقم 2315-2013. ده حكم طلع من محكمه القاهره عابدين المعروفه عابدين، مستعجل بالتحفظ على كل اموال قيادات اعضاء جماعه الاخوان الارهابيه. هذا الحكم استنفذ طرق الطعن واصبح نهائي. تم انتداب مساعد وزير العدل اللي هو المستشار خميس، على ما اعتقد الاسم عزت خميس، عزت خميس لجنه معهم مشكله من بعض المستشارين. مهمتها التحفظ على اموال المشتركين او اللي بيدعموا الارهاب. جات لهم تقارير امنيه من الجهات الامنيه في مصر، اللي هي الامن الوطني اللي هو امن الدوله سابقا، وممكن المخابرات او المخابرات الحربيه، المخابرات العامه والمخابرات العسكريه الحربيه، ان اصحاب شركه تورز بيدعموا الارهاب، والتقارير الامنيه بتقول كده. وحاجه تانية لازم انبه ليها، التقارير الامنيه اللي بيعملها اي ضابط شرطه، يعني عشان نحط برضو الموضوع في سياقه، يعني تدعيم الارهاب ده بيبقى يعني بيتم ازاي؟ هو تدعيم مادي، تدعيم ان هم يعني بيجيبوا ناس عندهم يخبوهم في الشركه؟ يعني اولا القانون قال في حاجه اسمها عقوبه شخصيه. تمام. بمعنى انا ارتكبت جريمه قتل او ارتكبت ضرب، انا اللي بتعاقب مش شركتي. هنا الشركه الشركه معنويه، لسه ما فيش اتهام للشخص اللي هو محمد ابو تريكا او المواطن محمد ابو تريكا. بس بوضح حته التقارير الامنيه. التقارير الامنيه دي لا تعبر الا عن راي مجريها. بمعنى انا كضابط شرطه قلت فلان الفلاني او نبيل غبريال ده متهم بجريمه قتل او متهم بمساعده اخوان، عادي ما فيش مشاكل، بيحط بعض. ده تقرير ما ثبتش صحته او نفيه تحت سلطه القضاء. مجرد ما التقرير الامني ده بيقول ان فلان الفلاني فلوس شركته دي بتدعم الاخوان، ردا على سؤال حضرتك، التدعيم بيبقى تدعيم معنوي، وده بيبقى راي داخلي او راي معلن، بس القانون ما جرموش، اللي هو زي ما قال الاستاذ محمد راي سياسي. لا، القانون ما بيعاقبش راي سياسي. هنا الكلام المنسوب للشركه ان فلوسها دخلت في معدات واسلحه او نصب رابعه والنهضه. في مستندات ده الكلام؟ ده الكلام مش مستندات، لا، تقارير امنيه. تقارير امنيه دي مش مستند على ايه؟ لا، تقارير امنيه دي ان انا ضابط شرطه او ضابط مخابرات انزل اتبع الفلوس، مصدرها، شهود، كلام زي كده، ممكن يجيب اوراق مشتريات بحاجات، الكلام ده اللي يسال فيه او اللي يراقبه القضاء على الجهات الامنيه. انا عندي استفسار بس بعد اذنك لما تخلص. اتفضل اكمل بس. اللجنه اللجنه دي مختصه لما بيجي لها تقرير امنيه ان فلان الفلاني محل شبهه او شركته. بالصدفه الشركه دي لما عملوا له عليها تحريات طلعت بتاعت عبد الكريم فوزي وانس محمد واللاعب ابو تريكا. تحفظت اللجنه طبقا للقانون للحكم القضائي النهائي ده على هذه الاموال. قام اللاعب بالطعن بالتظلم امام اللجنه، رفض التظلم. ليه لسه هو طعن تقدم، هو بالفعل امام القضاء الاداري في مجلس الدوله. لا، مش تظلم، دي دعوه بقى. يعني طعن امام القضاء الاداري. دي لجنه بتبقى مشكله من يعني عدد فرد 5 إلى 7 بيراقبوا كل الموضوع برمته. التقارير الامنيه هل تحمل شبهه سليمه مش سليمه، لا اما تايد قرار التحفظ لا اما تلغيه. ده كله بالنسبه للاموال. مفيش لسه اتهام موجه شخصي للثلاثه دول او واحد منهم بيتحاكم او محبوس. انا بحكي موضوع ابو تريكا، مفيش اتهام شخصي ان هو قتل او ضرب او عذب في سواء في النهضه او بنفرق بين الاموال وبين الشخص. العقوبه شخصيه لو مش مفهوم ممكن اوضحها تاني او اشرحها. طيب، لا يعني انا عندي يعني ده اجراء مؤقت. استفسار في عندي استفسار في التحفظ على الاموال، وبعدين هخلي الاستاذ مصطفى كان عنده استفسار تاني. انه التحفظ على الاموال ده هل بيكون
تحفظ على اموال الشركه فقط واسهم الشركه فقط ولا حساباته البنكيه كلها. يعني ممكن يكون أبوتريكا عنده حسابات بنكيه يعني ملهاش علاقه بالشركه، فالقرار بيبقى تحفظ على القرار بيطلع تحفظ على اموال الشركه واموال الشخصيه. وهذا التحفظ تاني اجراء مؤقت تاني. في فرق بين التحفظ وبين المصادره. تحفظ بمعنى بجمد الشيء احترازي، يعني هو ما يقدرش يتعامل يعني ما يقدرش. ممكن يكون انا بتكلم بحياد، ممكن يكون مظلوم او مدان. بس لا احنا بنتكلم في يعني لا القانون، لا القانون بيتحفظ على هذه الاموال عشان ما حدش ياخد منها تاني ويقتل او يعمل ده لو كان ثبت بعدين انه مدان. ده تحفظ تجميد، ودي ليس مصادره، ودي طبقا لحكم المحكمه. بس عشان ابو تريكا ليه شعبيه وكلام زي كده عواطف، بس اللجنه القضائيه دي هي لجنه قضائيه ما لهاش دعوه بالعواطف، ليها دعوه بالتقارير الامنيه وبتطبق القانون وتحفظت على فعل اموال الشركه او اموال الشخصيه. وقرار التحفظ ده مش محتاج قرار من نيابه او من قرار لا ما هو طالع بناء المدي اللبس برضه اللي حصل عند المطين ده. طالع ما انا بقول الحكم ده، ما انا بسال عشان في ناس كتير طالع طبقا لحكم المستعجل اللي طلع واصبح نهائي من محكمه عابدين رقم 2315/2013. حكم ده اناب او انتدب لجنه قضائيه من وزاره العدل بالتحفظ على كل اموال الاخوان او الجماعات الارهابيه. ده قبل ما يطلع القانون الجديد اللي هو الكيانات الارهابيه مش هنخش فيه. تمام. وتاني ده اجراء مؤقت احترازي ليس مصادره. من حق اللاعب يتظلم يترفض، ومن حق يروح للقضاء الاداري، والقضاء الاداري لا اما يؤيد هذا التحفظ لا اما يلغيه. ولكن ده لسه ما قالش ان ابو تريكا نفسه ارتكب جرائم بشخصه. يعني اي حد في الفتره القادمه يثبت ان هو ليه علاقه بشكل او باخر بالاخوان المسلمين، مش بالاخوان، بالعمليات الإرهابية، بالعمليات الإرهابية أو بالجماعة، يعني مع الجماعة يا بقت جماعة بتقول حاجة جماعة لأن الجماعة بتقول يثبت يعني لا يعني يعني كلمة يثبت دي كبيرة، هي يثبت من القضاء أو يشتبه محل شبهة يشتبه فيه على طول يتم التحفظ على أمواله بقرار 2013 اللي هو صادر من عبدي على طول بقرار صادر بناء على حكم محكمة نهائي. تمام. لا وكمان في نائب العام من حقه يعمل الكلام ده بقانون اللي صدر الأخير اسمه قانون الكيانات الإرهابية لما تكون انت محل شبهه. بس مش معنى كده ان انت متهم والاعلام يشتمك او يصدر عليك حكم نهائي ان انت مدان. تاني احنا بنتكلم على الفلوس، ولسه الشخص حتى الان لم يوجه لها تهمه ولم يتم القبض عليه، ولم ما حدش قال ان هو قتل او عزب او اشترك في كذا كذا كذا. لم يتم حتى الصور اللي بتيجي على السوشيال ميديا ان دي بتصور مش عارف مع مين وبتصور مع مين وبتصور مين، الصور دي بقى فوتوشوب وي وي. احنا كرجال قانون او قضاء ما بناخدش من هذا الكلام، احنا بناخد من الاوراق اللي امامنا في الملف. هو كانت في اخبار طلعت ان هو تم ضبطه، ولكن المحامي بتاعه مصر. يعني ما لناش دعوه بمصر، المحامي بتاعي المحامي بتاعه يعني مش كده. انا دايما بحب الكلام يعني. نرجع للمصدر يعني كمان اللي يتكلم احسن مني في الموضوع ده اللي ماسك الملف اللي هو المحامي بتاع ابو تريكا الشخصي او القاضي او اللجنه القضائيه اللي بتنظر الموضوع. بس انا من واقع المعلومات القانونيه اللي موثوق منها بتكلم بشكل عام. تمام. طيب استاذ مصطفى كان عندك يعني مجرد الصار لا فتحت عمرك اتفضل. يعني دلوقتي لو كذا وكذا، لو فعلا اثبت ان ابو تريكا ليه دعوه بالشركه وفعلا له اسهم فيها وامواله بتمول جماعات ارهابيه زي ما بيتقال في الاعلام وكل حاجه، لو ده اثبت واثبت ان هو ليه كذا في معاه كذا حد تاني في الشركه دي، العقوبه اللي بتبقى عليه في الشركه في الموضوع ده بتبقى على اللي ليه مثلا 51% اسهم زي اللي ليه مثلا 10% زي اللي 40، ولا بتتقسم على كل واحد في الشركه في مساهم بفلوس قد ايه والعقوبه بتبقى بالمعنى؟ هل الـ يعني العقاب هيجي على الشركه ولا هيجي عليه هو شخصيا ولا هيجي على اللي ماسك الشركه؟ يعني هنا ممكن نتكلم في حته سياسيه. لا مش سياسيه، لا بالعكس قانونيه برضه. هل في تصفيه حسابات مع ابو تريكا كشخص بقى؟ لا 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 القضاء ما عرفش الكلام ده. تمام. قضاء برغم ان في منهم قضاء اخوان وطلعوا تمام، قضاء ارهابيين وفي ناس بتموت، بس القضاء المصري ليه درجات. واحنا نفسنا بن يعني كرجال قضاء او رجال قانون بنطهر القضاء او هو بيطهر نفسه بنفسه، يعني حتى لو في درجات تقاضي اول درجه واستئناف. سؤال حضرتك ليه شقين اللي هو برضه بنرجع للعقوبة الشخصيه ولا الاموال. لو ثبت ان الشركه دي يعني متورطه في الارهاب بالفعل وثبت ان اموالها عملت عمليه ارهابيه هيتم مصادره الاموال، يعني المصادره دي بكل اللي فيها بكل اللي فيها. في بقى نرجع لنقطه ثانيه بقى، هل العلم عند المتهمين العلم ابو تريكا انا اعلم وموافق ان فلوسي دي دخلت اشتريت سلاح وموتت حد؟ احنا دخلنا في حاجه تانية. هنا بقى دخلوا باشتراك في اللي بيقتل بنفسه بالمسدس او بيبقى عارف بيخطط بيشتري ده محرض او مساعد او شريك. يبقى دخلنا بقى في عقوبه شخصيه لابو تريكا ان ممكن يتوجه له تهمه
التحرير جنائي بقى انت جنائي ان انت كنت تعلم وساعدت واشتريت السلاح اللي موت يبقى انت مشترك في جريمه قتل مشترك في جريمه تعذيب تحريض على قتل. اما الكلام ده حتى الان لم يحدث احنا بنحكي فردا جدلا اما في فرق بين مصادره الاموال او التحفظ عليها حاليا لسه التحفظ وبين العقوبه الشخصيه على الافراد ما فيش حد منهم مدان حسب علم او عليه احكام تقريبا انس محمد القاضي بس هو يعني في حته تانية وكانت في اخبار طلعت بانه انس القاضي او استاذ انس القاضي المحبوس حاليا هو ترك الشركه منذ عامين وابو تريكه دلوقتي ملوش غير شريك واحد يعني هو ده الوحيد اللي بيشاركه في الشركه وانه القاضي او انس القاضي ليس له علاقه بالشركه دلوقتي ولا ليس له علاقه باسهم الشركه هذا الكلام بالنسبه لي كلام مرسل مش كلام يعني هو لا كلام مرسل ليه لا كلام مرسل لان انا مش محامي ابو تريكه ومعيش ملف الورق الاوراق مش هاخد كلام من الاعلام تمام والكلام ده لو كان يصادف الحقيقه او حقيقي ليه نظره امام القضاء اللي هيحكم في قضيه مجلس الدوله وهو اللي هيفصل فيه هل صح او غلط ما نحكمش على شخص من واقع كلام مرسل او كلام ناس بتقوله بالذات للاسف في الفتره الاخيره دي الناس حصل لها بلبله في القانون سواء مستشار مع احترامي في الخدمه او محامي بيطلع بيقول كلام مخالف القانون على راي عادل امام الكتاب بيقول ايه القانون بيقول ايه في بعض الناس بتدي اراء بتخالف الموجود في القوانين وللاسف المواطنين بيسمعوها وبيصدقوا انا ما احكمش على شيء ورقه مش معايا انا مش طبعا من الاعلام طلعوا كل شويه حالات وفاه مش عارف مع احترامي للغير مسؤول اسمها للاسف الاعلام بيعمل العكس لحضرتك احنا نرجع للورق امام يعني. القضاء انا شخصيا ما اقدرش احكم الاعلام الا لو ليا قضيه شخصيه عندهم هقدم بلاغات وهاخد تعويضات احنا انا كقضيه في المحكمه او امام قاضي القاضي او المحامي ملوش الا في الورق تمام طيب استاذ محمد دلوقتي شايف انه محمد ابو تريكا الصمت الزياده ده يعني هو كان ليه حوار مع جريده الاهرام وما جاوبش على اسئله كتير كمان الحوار يعني ما كانش طويل لكنه ملوش اي ظهور اعلامي تلفزيوني علشان يدافع عن نفسه انت شايف ان هو مفروض انه يطلع يتكلم ولا يلتزم الصمت وينتظر حتى يعني القضيه يبقى فيه حكم عليه بص بشكل عام ابو تريكا من عشان نكون منصفين يعني من 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 ساعه ما بطل او اعتزل هو مركز ان هو الراجل يكون نفسه كمدرب واعلامي في قناه قطريه تحليل مباريات فهو ما ساب اول ما اعتزل ساب مصر ساب النادي الاهلي ما دخلش النادي الاهلي ساب مصر راح بره ابتدى يحلل كاس العالم وبعد كده بعد ما كاس العالم خلص سافر بره على اسبانيا ابتدى ياخد الدراسه بتاعته عشان يبقى ياخد اللايسنس او الرخصه ان هو يبقى مدرب وبعد كده تفجرت هذه المشكله فابو تريكا هو كان محتجب اعلاميا في الفتره الاخيره بشكل عام نرجع للمشكله دي ابو تريكا ما فيش حد يختلف عنه ان هو انسان ذكي وعارف امتى يتكلم وامتى ما يتكلمش امتى يعتزل وامتى يكمل كوره ففي هذه الحالات والاستاذ اكتر مني يعني ان دائما اي كلمه بتتحسب عليك حتى بالذات في مصر يعني حتى لو انت مش قاعد مثلا قدام وكيل النيابه والحاجه بتتداول لا اي حاجه ممكن تتحسب عليك تتاخد عليك ضدك او لصالحك وغالبا ما هتتاخد ضدك فابو تريكا لو انت لاحظت على تويتر بيخرج يقول مثلا ايه قرانيه حديث مش عارف ايه يعني ان بعض الظن اسم بس هو يعني بيلعب برضو على الوتر اللي هو ايه اللي هو مشي عليه طول عمره او النهج اللي مشي عليه طول عمره هو راجل متدين عارف ربنا طبعا ده في علم الغيب يعني واحد ما يعرفش في النفوس دي مسألة شخصية يعني بالظبط فهو ماشي على نفس النهج اللي هو انا بعمل ايه قرانيه بعمل مش عارف ايه بيرسل زي كده رسائل خفيه كده دفينه هو في رسائل مش خفيه انا معايا هنا يعني معايا بعض التغريدات من صفحه محمد ابو تريكه الرسميه لا اتكلم يعني اتكلم اول لما القضيه طلعت يوم 7 مايو اتكلم ان نحن من ناتي بالاموال لتبقى في ايدينا وليست في قلوبنا تتحفظ على الاموال وتتحفظ مش عارف ايه لن اترك البلد دي رساله واضحه يعني بس لم لكن في تغريده اللي هي يعني لم يوجه رساله لاحد بعينه
ولا للنظام مثلا. يعني كان في لعيبه كوره مثلا لا هو تتكلم بيتكلم عن نفسه، زي لعيبه بيتكلم هو قرار زي هيعمل ايه كوره دلوقتي، بتتكلم على مثلا الاخوان المسلمين بشكل مباشر، تتكلم على مسؤولين واعلاميين بشكل مباشر. لا هو دايما كلامه في المطلق، يعني انت لو لاحظت في كل كلمه بيقولها وبيفكر ماليا قبل ما يكتب كل كلمه عشان ما تتحسبش عليه وما تتاخدش ضده. وبرضو في يوم 11 مايو قال ان انا سأواصل الاجراءات القانونية، ولكن انا دي سطور. انت شايف ان هو المفروض يطلع في التلفزيون بقى صراحة، يطلع في برنامج توك شو، يطلع يدافع عن نفسه، يقول يا جماعة انا ما عملتش كذا وعندي مستندات بتقول كذا. مش لازم يكون في حق، يعني الحكم في الاخر هيبقى عند القضاء، ولكن اكيد اي حد بيبقى فيه، بالذات لما بيبقى فيه عمليات تشويه كتيرة من الإعلام، يطلع يعني أي شخصية عامة بتطلع تتكلم عن نفسها. أنت شايف إن أبو تريكة المفروض يطلع يعمل كده ولا بص يلتزم الصمت ارجع زي ما اقول هو لك، ابو ملتزم تريكا الصمت؟ انسان ذكي، اكيد تلمس الفتره الاخيره ان في زي ما في ناس معاه في ناس ضده كتير قوي، اللي هم الناس اللي بيؤيدوا النظام وبيؤيدوا حكم الجيش والجيش والنظام، والناس اللي هي بتقول احنا ضد جماعه الاخوان المسلمين. فهو ممكن يكون متخوف ان هو يطلع في التلفزيون ويلاقي ردود فعل سلبيه تؤثر على موقفه في القضيه. ده من وجهة نظري المتواضعة. بغض النظر عن كده انا شايف برضو ان هو يعني مش معتاد ان هو يطلع كتير في التلفزيون عشان نقول هو احتجب دلوقتي، لا هو ما بيطلعش. لا هو ملتزم الصمت من زمان، يعني ان هو فهو كلي يعني حتى لما ظهوره في التلفزيون لما حتى بيبقى كلاعب كورة ظهوره كان قليل جدا بيظهر يعني. قليل جدا. بالظبط. فده برضو هو من الذكاء برضو ان انت تظهر قليل عشان ما تغلطش كتير. تمام. طيب استاذ مصطفى، انت شايف ابو تريكه المفروض يطلع في التلفزيون يدافع عن نفسه ولا لا؟ انا رايي الشخصي ان هو بان هو ما بيطلعش، هو كده بيقوي موقفه، ان هو يستنى لحد ما بيقوي موقفه. بيقوي موقفه، ان هو يستنى ما يطلعش ويقول اي حاجه. عشان انا متاكد ان هو مش متاكد طبعا، بس اللي هو اكيد يعني حد معروف زي محمد ابو تريكه في حد بيفكر له في حاجه زي ان هو يطلع في تلفزيون، واكيد طبعا اتعرض عليه اكتر من مره ان هو يطلع في تلفزيون ويطلع في برامج ويعمل حديث مع كذا حد زي الاهرام لما راح له، كذا كذا حاجه تانية. متاكد في حد بيفكر له ان هو مش صح قوي ان هو يطلع قبل ما قرار في او حكم في الموضوع ده بالذات يطلع عليه. فانا رايي ان هو يستنى، او هو بيفكر ان هو يستنى لما طب حكم عمليات التشويه الإعلامي اللي انت قلت لنا عليها كده من فعلا. قبليه، يعني شايف يعني يعمل فيها ايه؟ طيب كل يعني ده في صفه، هو عمال هو بس بيجمعهم. هو ما بيتكلمش، هو هو لا بس بيقول لا، يعني لا هو بيدافع نفسه ولا بيأكد معلومات ولا هو يعني ابو تريكه شخصيه محترمه، مش زي اللي بيطلع يتكلم عليه. طيب. اللي بيطلع يتكلم عليه ده ولا فاهم اعلام ولا فاهم احترام، مع كل احترامي ليه. تمام. ولكن ابو تريكه لو طلع واتكلم عليه بنفس الطريقه اللي غيره بيتكلم عليه بيها، هي 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 هيساوي الرؤوس، هيبقى زيه زي اللي بيتكلم عليه. ولكن هو قاعد مستني الحكم، لما لو هو بريء فعلا، هو قاعد مستني المحكمة أو رجال القانون تثبت براءته، بعد كده ساعتها هيطلع يتكلم، تمام. ولكن قبل كده مش هيطلع يعمل نفس اللي بيتعامل فيه. طيب. أستاذ نبيل، في تقرير طالع من الوطن وهي الجريدة اللي انفردت بخبر التحفظ على أموال أبو تريكة، إنه فجرت مصادر مقربة من التحقيقات إنه الشريك الإخواني اللي محبوس على ذمة إحدى القضايا الإرهاب تنازل في وقت سابق وقت حبسه عن نصيبه في الشركة. احنا لحد دلوقتي دي تقارير كلها صحفيه، لكن لو فعلا الكلام ده طلع صح، هيبقى موقف ابو تريكه ايه من القضيه؟ اولا ابو تريكه مش متهم عشان يثبت براءته، ده لسه تحفظ على الاموال. تمام. ثانيا لو فرضنا هذا الكلام صح، اللي بت في هذا الكلام برضو القاضي اللي ماسك القضيه مش انا، ولا اي قاضي بيتكلم معاك حتى في الاعلام. لكن هل القاضي المختص بنظر في القضيه تمام، هل يشوف الاجراءات دي تمت في حقيقة ولا تحايل او سورية، بمعنى ان ده هيطلع وابو تريكة محبوب محدش هيحس ان دي فلوس اخوان. انا مش بتهمه، انا بقول فرضا جدلا، ولا بجد هو تخارج والفلوس دي ملهاش علاقة بالارهاب خالص. ده برضو اللي يفصل فيه مين؟ القاضي المنصة المختص بالفصل في هذه القضية. تمام. لكن لو رحنا بقى يعني
غير أبوتريكا بقى يعني لو رحنا النقطه القانونيه بس عايز اقول عليها بتاعه الصمت. القانون الزم المواطنين عدم التاثير على القضاء. قضيته دي هو من الجانب القانوني مش صح يطلع يتكلم ويدافع ليه؟ ان موجه له اللي عمل قرار التحفظ على امواله مين؟ الاعلام؟ لا لكن هو بعد موزعين شو توك شو لا لكن القضاء هو القضاء اكيد هو يبقى يدافع عن نفسه في القضاء بالظبط. لكن اما لو ان هو في هجوم عليه من الاعلاميين ممكن في حلين، اما المحامي بتاعه يقدم قرار حظر النشر للنائب العام ودي قضيه اثرت الجدل والراي العام يحظر النشر فيها، او محامي من حقه يطلع بيانات مكتتبه لا تؤثر على القضاء يبين الموقف القانوني حتى الان، او يطلب من الراي العام الانتظار لحين الفصل في هذه القضيه برمتها بشكل نهائي. تمام. طيب لو رحنا يعني غير أبوتريكا يعني مساله انه انتماء اي شخص لجماعه الاخوان دلوقتي بقت حاجه يعني بقى شيء يجرم مستهجن بقى شيء يجرم يعني انه مش بس انا يعني حتى مش انتماء يعني رسمي يعني لكن انتماء يعني اللي هو زي ما بيقولوا بيدعم الاخوان او بيميل الى التيار الاخواني. هل في حضرتك قصدك يجرم من القاضي القضائي ولا يجرم من الشعب مجتمع؟ ما هو ده الحته بقى دي بقى الحته اللي انا عايز اسال فيها. يعني انا في دلوقتي هل في قانون بيجرم انتماء اي شخص لا لجماعه؟ ما فيش. لا الانتماء لجماعه الاخوان في فيك انتماء لجماعه الاخوان محظوره الارهابيه بقت خلاص بيتم نفط الارهابيه اللي هو مثلا اللي طالع في مظاهره وماشي في مظاهره وحاليا ممنوع التظاهر الا باذن او بتصريح وبيمسك سلاح او اشاره ده مستهجن اشاره معينه يعني بالصدفه انا دلوقتي كان حد بيتكلم وحسيت من كلامه انه انتماءاته الاخوان او رافض الحكم اللي طلع امبارح ضد مرسي بالاعدام ده رايه وقانون ما يعاقبش على الراي. اما هذا الراي اذا خرج للوجود او وجودنا احنا المجتمع خرج لا خرج لوجودنا بمعنى شكلي قول براحتك بس ما تقولش سب وقذف ما تمسكش سلاح او يبقى ايدك ملوثه بالدماء القانون يجرمها. اما انا شخصيا او احنا ما نقدرش نعاقب المجتمع الا بشكل قانوني. يعني لو مجموعه تعدت على شخص مجرد انه هو الاخواني لا القانون يحمي هذا الاخواني الاخواني بانتباء الانتماء الفكري فقط انتماء الفكر وليس الفعل عشان احدد ما امشي باي عمل من الاعمال الارهابيه ودول اتعدى عليه بالضرب حتى لو هم رجال جيش او رجال شرطه لا القانون يعاقب دول رجال الشرطه والجيش. انا عايز اسال سؤال بس الاستاذ محمد يعني حضرتك دلوقتي راجل قانون ويعني بتشوف تطبيق القانون على ارض الواقع لو حكايه اللي حضرتك حكيتها دي لو ناس تعدوا على واحد عشان رايه اخواني او هو حسوا لمسوا فيه ان هو ايه منتمي من اخواننا هل القانون سيتعامل مع هذا الشخص لو العكس صحيح؟ يعني لو العكس اللي هو الراجل ده اللي بيقولوا عليه اخواني اتعدى على الناس المواطنين التانيين احنا بنتكلم على حاجه دلوقتي القانون والقضاء تعدي قضيه تعدي انت بتعمل لي مقارنه بالاثنين هل القانون سيتعامل معاه وهينزل ويتصرف معاه زي العكس صحيح هيحميه لو هو مع الحق زي ما هيعاقبه لو هو تعدى على الناس دي في هذه الظروف اللي البلد بيعيش فيها؟ طبعا القاضي بشر ووكيل النيابه بشر والضابط بشر والشعب بشر ممكن يبقى فيه تاثر في بدايه الفعل او صاحب الشخص اللي هو تم التعدي عليه ما يسابرش ويحاول يجيب حقه بجميع الطرق او يتشبث. يعني انا الفردين سواء انا اخواني او مش اخواني تم التعدي عليا تمسكت بحق واثبت وعملت تقارير وقلت ان ده ضربني او ده ضربني سواء هو رئيس الجمهوريه وتمسكت بحق ان رئيس الجمهوريه ده ضربني وانا مصمم امشي بالقضيه ما اسمعش الناس اللي بتقول لي الصلح العرفي في اي موضوع سواء صلح عرفي هاخد حقي ان القاضي ملزم يطبق القانون. اما انا لو انا تم تاثير عليا وسمعت الكلام او تهديدي وما مشيتش في قضيتي للاخر بقى القانون ملوش دعوه انت اللي تنازلت. انا بتكلم حضرتك في التغيير بتكلم على جديه الدوله حتى لو في تقاعس من بعض الاشخاص لو واحد مثلا واحد دلوقتي كان مثلا دي انتماءات ايام الاخوان ودلوقتي بقى مواطن عادي وعارفين ان بيننا وبين بعض كده ان الراجل ده اخوان وعمل حاجه ضد مواطنين اخرين ما لهمش انتماء سياسي وهم دول مسكوه ضربوه هل القانون عشان انا بس عايز اربط عايز اربط قضيه جنائيه مين بيطبق القانون عندك بدايتها عندك ضابط وكيل نيابه وقاضي حلو القضيه هتلف بالثلاثه دول تمام لقيت انت الضابط مميز او بيميز بين ده
وقال شتيمه او قال او اي حاجه في المحضر اثبتها وبلغ في الضابط يعني الضابط الداخليه. انا ببتدي من الاول اقول لو تمام في ناس الله اعلم بالنفوس الضابط ده ملزم يطبق قانون على الكل بحياديه وما بقاش ليه انتماء زي الصحف والاعلام. لقيت اي حاجه خلفت القانون اشتكي لوزاره الداخليه اشتكي للنيابه. بغض النظر لقيت وكيل النيابه ليه انتماء خلف القانون ما طبقش القانون صح من حقك تشتكيه. وصلت للقاضي الحكم كان اخطا او خالف القانون او حصل تمييز بسبب ان ده فلان او ده سوء نفوذ او ده انتماء سياسي ليك درجه من درجات الاعلى تشتكيه تطعن عليها. ومن حقك لو هذا القاضي وقع في جريمه من جرائم التمييز واتثبتت عليه يتحاكم زيه زي اي مواطن. تمام. انا كنت بس عايز اشير بالمشكله دي وقارنها بالمشكله بتاعت محمد ابو تريكو. يعني انت لو حضرتك الثلاثه دول صوروا مش ملائكه او مش منزهين على الخطا. تمام. انا بتكلم بقى على المجتمع بشكل عام. يعني انت دلوقتي شيماء الصباغ مثلا طلع امر مباشر من نائب العام بحظر النشر. ليه ما حصلش كده دائما؟ دائما لما تكون المشكله مع طرف ممكن يبقى من الخصم او مش من الاغلبيه من الاقليه. تمام. بغض النظر ان هو لم يثبت ان هو مدان او راجل زي ما بيقولوا كده. لا ما في يعني حاجات انا عشان في حظر نشر على القانون. انت بتسال سؤال تاني ليه النائب العام طلع حظر النشر هنا وما طلعش هل أخر. عشان الاغلبيه لا لا هل لا هل عشان القضيه بين النظام ممكن هنا نرد على لا يعني حضرتك رد لا انا طبعا يعني مش خوفا من النائب العام ولا خوفا من حظر النشر بس انا بحترم القانون. المصدر قرار حظر النشر مين؟ النائب العام. ليه اسبابه وتقاريره وليه حاجات احنا ما نعرفهاش. هو راى ان هي لازم يبقى في حظر نشر في القضيه دي زي برضو عمل حظر نشر قريب في قضيه خاصه بوكيل نيابه واثار وكيل نيابه 15 و7 من ضباط الشرطه. ما ده اللي انا بقوله عمل حظر نشر عشان مسؤولين في الدوله. لا لا طب ده مواطن انت كده بتتكلم. طب ما مش مسؤوله في الدوله ما حضرتك كده لا. لا 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 بنرجع في حاجه المتهمين مسؤولين في الدوله. يعني الدوله لما بيبقى عليها ضغط من الراي العام ومن الاعلام وفي شبهه او في شبهه ان الدوله تكون مدانه او اي مسؤول في الدوله مدانه والموضوع ده سيزعزع الاستقرار الوطني واستقرار النظام بيقوم الدوله بتستخدم حقها في ان هي تمنع حظر النشر وتسكت كل الناس. اولا ما تقوليش الدوله لا احنا بنتكلم على النائب العام. النائب العام قضيه احنا بنتكلم على مسؤولين الدوله حظر النشر لجهات معينه. النائب العام مش عايزين نوجه اتهامات للنائب العام. لا ما نقدرش نوجه اتهامات يعني هو بيتساءل السؤال مشروع. ما ده مش السؤال مشروع. وانا جاوبك على السؤال ليه من بيحصل كده. هو المفروض مش ممكن اسلم حاجه باليد واسلم على اساس مستقله كده من بعيد. هتقول لي ليه انا حر ولكن هنا النائب العام مش حر ليه برضو على في جهات بتحاسبه قانونا. تمام. قاضي التحقيق لو ممكن يبقى قاضي يحقق في القضيه او النيابه العامه اللي هو النيابه العامه سلطتها من حقها طبقا لاعتبارات واسباب هي اللي تراها وقانون حددها انها تحظر النشر في قضايا وما تحظرش النشر في قضايا معينه. وانت كمواطن لقيت ان قضيتك تستحق حظر النشر قدم له طلب رفض بتطعن على هذا القرار امام جهه قضائيه. ايه القواعد يعني ايه القواعد ولا هي قواعد عامه؟ لا لا يعني اعتقد ده موضوع يعني لا موضوع خارج عن الموضوع. لا وموضوع ممكن كمان يعني لا بس برضه مش خارج الحلقه. انا بنتكلم بشكل عام عشان اوضح ان احنا ملتزمين بقرار حظر النشر عشان راجل القانون بيمثل الحال هنا قانون. تمام. احنا بنتكلم بشكل عام النائب العام هو اللي يرى او لا يرى بسبب موقعه ان دي هذه القضيه تبال بالراي العام يحظر فيها النشر. انت كمحامي للشخص لقيت ان قضيتك تحظر عاوزه حظر النشر قدم له طلب من حقه يرفضه ومن حقه يقبله ورفضه من حقك تطعن على قرار النائب العام امام القضاء الاداري ان ده قرار اداري مش قرار قضائي دي حاجات قانونيه فما قانونيه وتيجي المحكمه تقول لك لا هذا النائب العام اخطا انا عاوز حظر النشر في قضيه ابو تريكا او قرار النائب العام طلع لاسباب مش حظر النشر. طب يعني في حياتنا كده عامه ايه القضيه اللي كانت المتهم فيها ملوش علاقه بالدوله واخذت حظر نشر؟ لا انا مش متذكر انا مش الدوله انا فاهم لا ما مش متذكر دلوقتي القضايا بس الموضوع ده اللي حظر النشر بس الموضوع ده ممكن يعني نناقشه في حلقه ثانيه لا لا على جوجل او نت طلع هتلاقي قضايا ليها علاقه بالراي العام فقط بالراي العام فقط اطرافها مش حد من الشرطه ولا الجيش كان فيها حظر النشر. دايما هتلاقي قضيه السنه افتكرت قضيه المثليين تمام طلع لها حظر النشر عشان دي اللي نفسها كان في حد من الضباط ولا شرطه متهمين في المثليين لا 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 بس دي لوحدها بتهدد البلد بتهدد سمعه مصر بس ساعتك هتشتغل لا ساعتك هتشتغل نائب عام لا انا مش هشتغل ولا نائب عام بس انا عارف انا عارف قضيه زي دي انت حضرتك هذا الموضوع ممكن ان احنا ما نقدرش ناخد سلطات وظيفه مش بتاعتنا انا للاسف الوقت سوري برضو انبه عشان النائب العام طبعا اخر كلمه اتفضل انا محامي وليس نائب عام ساعتك مش نائب عام هو القانون اللي اداله السلطه
ومستقل القانون ونحترم هذا يعني لا رقاب عليه الا القانون وضميره. تمام، مش براءنا الشخصيه هنمشي البلد بمزاجنا. تمام، المحامي محامي وطبيب طبيب والقاضي قاضي. انا بشكر حضراتكم عفو. شكرا جزيلا الاستاذ محمد عبد الرازق الناقد الرياضي بالهرم، انا بشكرك شكرا جزيلا. الاستاذ نبيل جبريل المحامي باستئناف العالي والمجلس الدوله نورتنا، شكرا شكرا. متشكر. والاستاذ مصطفى مدحت الصحفي بجريده القافله، بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكركم لحسن المتابعه، الى اللقاء.